الفقرة دي هنتكلم عن أهم رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في بورسعيد وسيناء النهاردة، من منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتساهم في تقديم خدمات طبية للمصريين وفقا لأحدث المعايير الدولية، مرورا بالأرقام اللي ذكرها الرئيس عن حصاد جهود الدولة في مجال المشروعات القومية واللي وصلت فاتورتها إلى 200 مليار دولار خلال 5 سنوات اقتحمت خلالها الدولة المصرية كل قطاعات التنمية، وصولا إلى مشروع أنفاق بورسعيد باعتبارها ملحمة وطنية شارك فيها 6000 عامل ومهندس مصري لتكون شريان حيوي لتنمية أرض الفيروز، وما هي أهمية تلك الأنفاق اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة. اسمحوا لي أرحب بضيفي دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا بيك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك. والحقيقة أنه النهاردة يعني الرئيس السيسي خلال افتتاحوا عدد من المشروعات القومية في بورسعيد وسيناء اتكلم عن أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل. خلينا نشوف جزء من مداخلة الرئيس وكلامه عن المنظومة الجديدة ونرجع نبدأ حوارنا. بقول لكم من دلوقتي وسجلوا عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود في يوم من الأيام للموضوع التأمين الصحي الشامل. وأنا بقوله لأهل بورسعيد، إحنا الموضوع ده مرتبط عشان ينجح جزء الدولة بتقوم بيه واحنا ملتزمين ان احنا نقوم بيه طبقا للتخطيط والفكرة والاساس اللي اتبنى عليه التأمين الصحي، وجزء على المواطن. وانا بقول لكم كده ليه؟ عشان ما فيش حاجة تفشل. اتفقنا مع بعض على الصراحة والشفافية والصدق الكامل في جميع الاحوال. في جزء الدولة حطت رقم لتغطيته، لكن في جزء على المواطن، وانا بقول للمواطن وبسمعه. المواطن كان بيدفع الاول لنفسه، هيدفع لنفسه ولاسرته، مش كده يا دكتوره؟ ايوه فهمت. لان ساعه لما بنيجي نقول ان الموضوع ده عشان ينجح، في جزء الدوله هتقدمه بلا تردد لانه متخطط ومحطوط له الميزانيه بتاعته، والاشتراكات اللي هي المفروض تتخصم من المواطنين اللي هيقدم لهم الخدمة. طيب يعني علشان نتكلم اكتر عن الكلام اللي قاله السيد الرئيس فيما يخص التامين الصحي الاول، خلينا نبدا بدايه دكتور عبد المنعم. الحقيقه انه الرئيس يعني ركز على الجزئيه دي، وبالتاكيد لانه مهم جدا يبقى عندنا مواطن مصري بصحه جيده اذا كنا عايزين تنميه واذا كنا عايزين عمل حقيقي، فالصحه هي يمكن اول حاجه واهم شيء. قولي شفت ازاي هذا الجزء من حديث السيد الرئيس عن منظومه التامين الصحي الشامل، واهميه ده ايه فعلا؟ يعني ان نطور ونقوي من هذه المنظومه إلى أي مدى ده هيكون له تأثير على الاقتصاد المصري؟ طيب، هو أولا منظومة التأمين الصحي في مصر كان حلم لم يتحقق. احنا عدنا بنفكر في قانون التأمين الصحي من أواخر الثمانينات لغاية 2007 لما كان بيتناقش في مجلس النواب وكان حبيس الأدراج، بدأ يطلع على أرض النور كده زي ما يقولوا في 2016، وبدأ يتحقق أنه ده رؤية جديدة للدولة المصرية في 2018 بحيث يكون هناك تأمين صحي شامل. التأمين الصحي الشامل بمعناه هو خدمة تكافلية اجتماعية بتقدم من خلالها أو بيتم تقديم من خلالها العلاج الصحي، التشخيص، العمليات الكبرى للمواطنين كلهم في مصر سواء كانوا القادرين أو غير القادرين. القادر هيقدم اشتراك شهري زي ما السيد الرئيس قال دلوقتي في الجزء اللي تم عرضه، والغير قادر بتتحمل وبتتكبد الدولة من خلال الموازنة العامة الأعباء المالية الخاصة به. فكرة منظومة التأمين الصحي الشامل هي فكرة موجودة في معظم أو كثير من دول العالم، خاصة في دول العالم المتقدم أوروبا وأسيا، موجودة بشكل كبير. بدأت أنها تطبق في مصر. النهاردة احنا بنتكلم في تطبيق المرحلة الأولى بيشمل 5 محافظات، محافظات القناة، بورسعيد، إسماعيلية، السويس، ومحافظة شمال سيناء، وأيضا محافظة جنوب سيناء. ال5 محافظات دول هيتم تطبيق التأمين الصحي الشامل فيهم. فكرة التأمين الصحي الشامل إن أنا بوفر مواطن لديه الصحة يعني مواطنين أصحاء، هيساعد منظومة العمل في الدولة هيكون أفضل، الحالة المزاجية اليوم هتكون أفضل،
تقليل وبخفض تكلفة ما يتم إنفاقه على الإنفاق البشري أو الإنفاق الأسري على الصحة يعني سنويا وشهويا، خاصة في المستويات المتوسطة المتدنية، ده بيعمل وفر كبير جدا في الدخل الخاص بالأسرة. النهاردة لو مسكنا دخل الأسرة المصرية هنجد أن فيه حوالي لا يقل من 10-30% إنفاق على الصحة، سواء كان علاج، سواء كان عمليات، سواء كان تحاليل طبية، كل ده الدولة بتتكبده، وبيدفع المواطن فقط 10% من قيمة أو كلفة التسعيرة أو الخدمة الطبية اللي بتقدم دي. ده معناه أن أنا وفرت جزء من الدخل الخاص بالمواطن، والجزء ده لو احنا قلنا لو مثلا عشان بس الناس تبقى واضحة المثال ليهم، لو قلنا كل أسرة هتوفر 1000 جنيه أو كل فرد هيوفر 1000 جنيه في السنة، يعني بنتكلم لو 30 مليون مواطن مصري يعني بنتكلم في 30 مليار جنيه. ال 30 مليار جنيه دول الأفراد والمواطنين المصريين هيستخدموهم في ايه؟ يا إما جزء ادخار يبقى هيخش البنوك، يا إما جزء هيتوجه للاستثمار، يا إما جزء هيتوجه في عمل حراك أو تبادل تجاري أو زيادة حركة الشراء والبيع والحصول على خدمات والحصول على سلع، فيبقى في حركة نشاط اقتصادي أكتر في الدولة المصرية. يبقى النهاردة التأمين الصحي الدولة بتهدف منه إلى توفير رعاية صحية للمواطن المصري، إن أنا أوفر أيدي عاملة عندها صحة وقوة ولديها يعني نقول مواطنين أصحاء للدولة المصرية، إن أنا بوفر للبيت المصري أو الأسرة المصرية جزء من الدخل الخاص بيهم. الأكثر من ذلك إن العوائد الاشتراكات اللي هتتحصل عليها منظومة المنظومة اللي هي التأمين الصحي الجديد، تستطيع هذه المنظومة أو التأمين الصحي الجديد أن يحصل على هذه المبالغ ويقوم باستثمارها في الصناديق الاستثمار أو في البورصة أو ما إلى ذلك. طيب هرجع لحضرتك، بس عايزين نتكلم بتفاصيل برضو أكتر عن منظومة التأمين الصحي الشامل. إحنا معانا على التليفون الدكتور محمد الجيزي، وهو مدير التخطيط والمشروعات بهيئة الرعاية الصحية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. لأي مدى بتساهم أو هتساهم المنظومة الجديدة في إحداث طفرة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري يا دكتور؟ أولا يا فندم زيارة سيادة الرئيس النهاردة في بورسعيد، أنا بهني أهلي وأهل بورسعيد، وبهني مصر كلها على بداية انطلاق المشروع مشروع التأمين الصحي الشامل من هنا من بورسعيد لمصر كلها. وطبعا زيارة الرئيس بالنسبة لنا كانت زيارة تاريخية وزيارة عالمية، الدنيا كلها تشهد عليها في بداية مشروعات فعلا هتغير فعلا وجهة مصر كلها قصاد العالم. اتفضل يا دكتور. طيب هو في مشكلة يمكن فنية بس شوية في الصوت، هنحاول ان احنا نكلم الدكتور مرة تانية. الحقيقة انه فكرة هذه المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل دي، كانت من اوائل الافكار اللي كان اتكلم عليها السيد الرئيس لما تولى المسؤولية. الاهتمام يعني الرئاسي بهذا الملف، وهو بيتابع تفصيلة بتفصيلة يا دكتور، يا طبعًا دكتور عبد المنعم، زي ما احنا شايفين ومتابعين. طبعا خلي بال حضرتك زي ما قلت في الاول، انه فكرة ان يكون عندنا منظومة تأمين صحي دي كانت من اواخر الثمانينات موجودة لدى الدولة المصرية، لكن بعد 2014 كان هناك ارادة حقيقية لظهور هذا القانون على ارض الواقع، وبدأ مناقشته في مجلس النواب بشكل يعني مطول، ويمكن صدور القانون في 2018 اواخر في اوائل 2018 كان هدفه ان يكون لدينا شبكة تأمينية للمواطنين المصريين لتحقيق الرعاية الصحية. النهارده الدستور المصري بيكفل ان هناك العلاج والرعاية الصحية للمواطنين المصريين بشكل كبير، لا سيما انه النهارده في جزء من الموازنة العامة المصرية وفقا للدستور المصري انه بيتم تخصيص حوالي 3% من الناتج القومي الاجمالي لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين. فاحنا النهارده بنتكلم ان هذه القيمة او هذه النسبة النهارده الدولة بتحاول من خلال منظومة جيدة تبقى عاملة زي شبكة حماية اجتماعية وصحية طبية بتقدم خدمات طبية. الميزة اللي فيها ان المواطن هيستطيع يختار مين هو يحصل على الخدمة من أي دكتور، يعني مش هيبقى أنا محدد لتأمين صحي أو مستشفى معينة أحصل منها فقط، لا أنا هقوم باختيار مؤدي الخدمة حسبما أنا أستطيع. طيب رجع لنا دكتور محمد الجيزي مدير التخطيط والمشروعات بهيئة الرعاية الصحية، أهلا بيك مرة تانية دكتور. طيب الدولة وعدت
ونفذت وعدها فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الشامل، إيه المطلوب بقى من كافة الجهات؟ إيه المطلوب من المواطنين كمان لإنجاح المنظومة؟ هو مبدئيا مبروك على مصر وعلى أهل بورسعيد، وزيارة الرئيس النهاردة كانت زيارة تاريخية ببداية انطلاق المشروع الرسمي قصاد مصر، وإحنا واجبنا اللي إحنا نحارب الفترة اللي جاية عشان نخلي المنظومة فعلا ناجحة بكافة المقاييس. المطلوب من كافة الجهات في تتعاون معانا في تذليل العقبات اللي إحنا كنا بنعاني منها قبل كده، من حيث الشركات اللي إحنا ساعات بنطلب منها الأدوية والمستلزمات وتوفير الحاجات دي، بحيث إن إحنا الناس تذلل لنا الصعاب اللي كانت بتواجهنا قبل كده. بالنسبة للمواطنين، إحنا عايزين الناس تبتدي تلتزم بالنظام اللي إحنا بدأنا نطبقه دلوقتي، بداية من منظومة الإحالة والتسجيل على الشبكة والمواعيد، علشان خاطر إن إحنا دلوقتي بدأنا نطبق نظام، والنظام أنا يعني أنا واثق 100% إن النظام تطبيقه صعب مش سهل علينا وعلى المواطن، بس علشان أقدر أقدم خدمة محترمة زي اللي بالظبط اللي بيتقدم في الأماكن المحترمة، إن المريض بيجي وبياخد الحجز بتاعه وبيجي في الميعاد بتاعه وبيتقدم له خدمة محترمة جدا، تمام؟ ما عادش فيه عشوائية زي الأول، ما عادش فيه التكدس الرهيب، لا يا فندم أنت بتيجي بتاخد الميعاد بتاعك وبتيجي للطبيب بتاعك بتاخد الخدمة بتاعتك، محتاج إحالة بتيجي برضه بتقعد مع طبيب الأسرة اللي أنت بتتعرض عليه في الأول، وبتاخد الميعاد بتاعك كله مميكن، ما عادش فيه شغل ورقي، حاجات بسيطة جدا احنا دلوقتي بنطبقها ورقي، تمام؟ صرف العلاج برضه مميكن، الدنيا بدأ يبقى فيها نظام، بدأ يبقى فيه ترتيب في تقديم الخدمة، الوحدة معروف خدماتها إيه، المركز معروف خدماته إيه، المستشفى معروف خدماتها إيه، مفيش حد قعد يحتاج إن هو بيبقى يحتاج إن هو يتعرض يروح المستشفى على طول. تحضيرات الليست بتاعه الاستشاريين في المستشفيات في ان هم ياخدوا خدماتهم في الاشعه في التحاليل في الحاجات الادفانسد. اللي كانت المشكله كلها عندنا ان احنا نفصل ما بين الرعايه الاوليه والثنائيه والثلاثيه، كانت يعني الدنيا في الاول كان اي حد بيروح في اي حته هي تذكره بجنيه وبياخد بيها كميه العلاج اللي هو عايزها، لا ما عادش في كده، بقى في حاجه اسمها في طبيب معالج للاسره في الوحده، الشخص التعبان محتاج ان هو يتعرض على استشاري، محتاج اي حاجات ادفانسد، تحاليل زياده، اشعه زياده، وخاصه الحاجات اللي هي مكلفه زي الاشعات المقطعيه والرنين والحاجات الادفانسد. فبدانا ان يبقى فيها نظام وتبتدي تاخد معادك فيها وتعرض على استشاري بحيث ان تاخد خدمه ذات كفاءه عاليه جدا. طب يعني إلى أي مدى ممكن نقول إنه التزام المواطنين كمان بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي إن ده شيء مهم علشان تقدر المنظومة تستمر بنفس الكفاءة المطلوبة وما يحصلش أي تعثر فيها؟ بص يا فندم، من حيث دفع الاشتراكات إحنا كنا بنعاني سابقا، تمام؟ من يعني أنا دلوقتي عندي أجهزة، الأجهزة دي مكلفة جدا، تمام؟ انا عندي المينتنس بتاع، يعني انا بكلم حضرتك في جزئيه بسيطه جدا الا وهي الصيانه او استدامه الصيانه للتجهيزات اللي عندي، استدامه الصيانه للمنشات بتاعتي. كانت الدوله بتعاني من تكلفه الصيانه بتاعه الاجهزه عندي، توفير علاج ذات كفاءه عاليه جدا، توفير الاجهزه الحديثه، كل ده يا فندم كان بيمثل عبء رهيب 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 على الدوله. دلوقتي بالمساهمه البسيطه اللي فعلا مساهمه بسيطه بتتمثل في 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 من عشرات لمئات الجنيهات في حاجات بسيطه، وخاصه اللي هي في تكلفه الاشعات الغاليه، حاجه لو تكلفتها 600 جنيه هو هيدفع 60 جنيه 70 جنيه، حاجات بسيطه جدا، بس في وقت ما انا موفر جهاز غالي جدا كفاءته عاليه جدا في التشخيص، كفاءته عاليه جدا. طب انا دلوقتي احتجت ان انا اعمل له صيانه، محتاج حاجه، تكلفه صيانه الاجهزه دي عاليه جدا، مساهمه المواطن مع الدوله دلوقتي بقى شيء حتمي، الدوله ما عادتش تقدر تتكفل بالصيانه الرهيبه للاجهزه دي. ثانيا انا دلوقتي بوفر فعلا خدمه كفاءتها عاليه متميزه جدا، الخدمه ديت مشاركه المواطن فيها بمشاركه بسيطه جدا هقدر احافظ على الاستدامه ثم الاستدامه ثم الاستدامه في كفاءه الخدمه ديت،
انا كل المواطن هيتكلفه حاجات بسيطه جدا. الدوله بتتكفل يا فندم ب 90% من 90 يعني تتكفل باغلب التكلفه، والمواطن هيساهم بيه علشان يبتدي يحس فعلا ان الدوله فعلا بتصرف، الدوله بتكلف. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الجيزي، شكرا جزيلا ليك. وهرجع لحضرتك دكتور عبد المنعم، عايز اعرف برضو يعني انطباعك ايه عن الكلام اللي قاله الدكتور محمد، والى اي مدى شايف ان الكلام اللي قاله يعني بيؤكد انه هذه المنظومه الجديده، منظومه التامين الصحي الجديده، قادره على ان هي تحدث طفره في المنظومه الصحيه في مصر وبالتالي تنعكس على صحه المصريين؟ طبعا. اولا بس انا هعلق على احنا محتاجين ايه من الجهات ومحتاجين ايه من المواطن. احنا محتاجين من الجهات خاصه المستشفيات الخاصه، سواء كانت المستشفيات الخاصه اصحاب اللي الخاصه برؤوس اموال خاصه، اعتقد ان مساهمتها في هذه المنظومه وليكن ب 10% من عدد الاسره الخاصه بها في كل مستشفى هتساهم بشكل كبير في تحسين هذه المنظومه وتقديم خدمات كبيره جدا وتدعيم التامين الصحي الشامل. المواطن المصري عليه الاشتراك، عليه سرعه التسجيل، عليه الالتزام بسداد الاشتراك طالما انه قادر، عدم الهروب من الاشتراك، لانه الاشتراك ده جزء اللي هتستطيع الدوله من خلاله انها تكمل عليه لتقدم خدمه تامينيه صحيه سليمه للمواطن بشكل جيد. فالخطوتين دول مهمين، لكن خلينا نقول ان هذه المنظومه بتختلف عن ما كان موجود من قبل في مصر، انها تامين شامل بمعنى انها ليست على الفرد ولكن على الاسره. يعني انا مواطن كنت لو انا مؤمن عليا في جهه معينه او انا صاحب عمل بيطلع لي حاجه اسمها تامين صحي خاص بي انا، اليوم لا هيبقى ليا واسرتي والاولادي جميعا للتامين الصحي. إذا احنا هذه المنظومة ليست فقط لأصحاب الأعمال وليست فقط للموظفين سواء كان القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ولكن هي للأسر المصرية جميعا. فالتكلفة أو المنظومة بتمتد على المواطنين العاملين بالدولة وتمتد للغير العاملين بالدولة من خلال الأسر المصرية، فده اختلاف. لوجود هذه المنظومة انت النهارده بوفر مواطن او بقدم ليه رعايه صحيه، وده حق اصيل ليه في الدستور، كفاله الدستور، النهارده بيطبق على ارض الواقع ان انا بكون عندي بعالج او بحارب الفقر اللي بينتج عن طريق المرض، اللي بينتج عن ان انا بصرف مبالغ كبيره جدا في عمليه التشخيص، في عمليه اجراء الجراحات الطبيه، في عمليه الاشعه، المقطعيه النهارده بنتكلم في 3000 جنيه 4000 جنيه في الاشعه الواحده. إذا كل ده بتتكبده الدولة المصرية مقابل اشتراك زهيد يمثل قد إيه؟ 1% من قيمة الراتب التأميني. طب شايف إزاي حرص الحكومة فعلاً على توفير الموارد اللازمة لهذه المنظومة، وفكرة إن هي تتكفل كمان بنسبة 35-40% من المواطنين غير القادرين على دفع الاشتراك؟ تمام. أولاً هذه المنظومة مكلفة للغاية، إن هذا نصيب الدولة فقط اللي هتتحمله الدولة المصرية هيكون في حدود من 80 إلى 120 مليار جنيه، رقم كبير جداً لا سيما إن إحنا دولة بتعاني من عجز في الموازنة المصرية ولدينا عجز في الموازنة العامة المصرية، لكن إصرار الدولة المصرية، إرادة الدولة المصرية ورئيس النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يكون هناك منظومة حقيقية صحية للمواطن المصري، أعتقد دي خدمة جليلة جدا بتقدم للمواطن المصري. النهارده الدولة هتتحمل جزء كبير، وده مش هو واجب على الدولة طبعا، لكن في ظل ظروف ان انا بعاني من عجز موازنه، بعاني من نقص في السيوله شديد، بعاني من عندي ازمات، بعاني ان انا عندي حجم ديون كبير، وفي ظل ده بحاول استقطع بعض الموارد الخاصه بالدوله المصريه واوجهها للرعايه الصحيه وتقديم الخدمات الصحيه، فاعتقد ده شيء يعني محمود وشيء جيد جدا نستطيع ان احنا نبني عليه في المستقبل من خلال بقى المنظومه تنجح. يعني احنا العامل اللي احنا هنعول عليه في الفتره القادمه، النهارده احنا طبقنا المرحله الاولى، هي المفروض هتمتد ل 12 سنه مستقبليه باذن الله، وتمتد النهارده المرحله الاولى، بعد كده بنخش المرحله الثانيه خمس محافظات لغايه ما نوصل لاخر ثلاث محافظات اللي هم القاهره والجيزه. اذا نجاح المنظومه ونجاح المشهد الصحي والطبي في مصر خلال الفتره القادمه انا اعتقد هيكون جاذب كمان لاستثمارات في المجال الطبي بشكل كبير. لو نجحت المنظومة بهذا الشكل أعتقد أن هيكون هناك
مراكز طبيه، هيكون هناك مستشفيات باستثمارات اجنبيه، هيكون هناك مصانع لتصنيع الالات والمعدات الطبيه داخل الدوله المصريه خلال السنوات القادمه.